طبعا يا بصبح عليك يا نهاوند، وبصبح على فاروق، وبصبح على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا احنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره زي ما عودناكم، نطلعكم على اخبار واجواء النادي. وفي الساعات الاولى من صباح اليوم يمكن يا نهاوند طبعا احنا شايفين كثافه عدديه كبيره جدا في النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم. الاعضاء يعني مهتمين ان هم يكونوا متواجدين على الرغم ان النهارده مش يوم اجازه، ولكن يعني في عدد كبير من الاعضاء في الساعات الاولى من صباح اليوم. وطبعا زي ما احنا عارفين العاملين يعني بيحاولوا ان هم يساعدوا طول الوقت وبيكونوا في خدمه الاعضاء طول الوقت، سواء كان في الساعات الاولى من صباح اليوم او على مدار اليوم بالكامل. وطبعا ده بيساعد عليه كمان احيانا الجو والاجواء المناخيه، الجو يعتبر الى حد كبير جميل. والحقيقه انه طول ما احنا موجودين بره المبنى الاجتماعي فاعرفوا ان الجو حلو في النادي. اما بقى طبعا نروح للاخبار والفريق الاول لكره القدم. زي ما احنا عارفين راحة خمسة أيام بعد انتهاء مباراة الإسماعيلي طبعا الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بالثلاث أهداف مقابل هدف. مستر مارسيل كولر مدير الفني للفريق طبعا منح اللاعبين أجازة خمسة أيام استغلالا لفترة التوقف الدولي، واللي احنا طبعا زي ما احنا عارفين انه في تأهيل للمصابين الرباعي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وصلاح محسن. والأقرب زي ما قلنا لكم قبل كده يمكن في نشرات متعددة محمود متولي وكريم فؤاد إن شاء الله الأقرب للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولا زال عمرو السولية وصلاح محسن لم يتحدد موقفهم بعد. كمان خليني أقول لك يا نهاوند إنه يمكن الفترة دي مستر مارسيل كولر بيستعد بصورة كبيرة جدا لمواجهة سيمبا التنزاني زي ما احنا عارفين في ربع نهائي بطولة السوبر دوري السوبر الإفريقي المباراة اللي هتقام إن شاء الله يوم 20 أكتوبر الجاري. طبعا مستر مارسيل كولر بيستعد بمشاهدة العديد من مباريات سيمبا التنزاني والوقوف على جميع نقاط القوة والضعف للفريق. طبعا اللي احنا كلنا منتظرين المباراة دي وكلنا منتظرين مشاركة النادي الأهلي في البطولة المستحدثة طبعا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. يمكن كمان الوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين والاهتمام ب يمكن التحدث مع اللاعبين ان هم في فترة الأجازة ما يبقاش في اي خرق لقواعد سواء على المستوى الغذائي او المستوى البدني، ان هم يهتموا في الفترة دي ان هم ما يخرجوش عن القواعد وكأنهم بالظبط متواجدين في النادي وبيتلقوا تدريباتهم. كمان خلينا اقول لك يا نهاوند انه يعني استمرارا للحديث عن كرة القدم بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا منتخب الوطني غدا ان شاء الله في مباراته اللي هتقام بإمارة العين ان شاء الله في يعني يمكن في المباراة الودية اللي احنا كلنا منتظرينها. المنتخب الوطني طبعا بيضم العديد من لاعبين النادي الاهلي على راسهم محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، مروان عطيه، محمد عبد المنعم، مش عايز انسى اسماء، ولكن كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراتي الوديه امام زامبيا وطبعا الجزائر في 17 اكتوبر ان شاء الله المقبل. ايضا كمان ايضا طبعا المنتخب الاولمبي يعني بنتمنى له التوفيق في مباراته غدا امام الاردن، ودي هتكون ان شاء الله يعني ايضا المباراة ودية في معسكر الفريق استعدادا لأولمبياد باريس إن شاء الله القادمة. ومن كرة القدم لكرة السلة، النهاردة في مباراة مهمة أمام طبعا رجال الأهلي في البطولة العربية أمام فريق سلة المغربي في البطولة اللي احنا طبعا يمكن بنشوف اهتمام كبير جدا من يعني جماهير النادي الأهلي برجال السلة بعد المستويات اللي طبعا قدموها في بطولة كأس العالم، وشفنا احتفاء كبير بالفوز اللي يمكن أو الأرقام القياسية اللي حققوها على الرغم من يعني الخروج أو عدم تحقيق ميداليه، الا انهم طبعا شرفونا في البطوله وان شاء الله هيشرفونا النهارده امام فريق سلا المغربي في طبعا الساعه 6:30 مساء في البطوله المقامه في قطر. اما بقى يعني وعلى صعيد كره اليد فبنبارك لرجال اليد اللي فازوا امبارح واكتسحوا فريق الترسانه بنتيجه 32-21 في الجوله الثامنه من بطوله دوري المحترفين، وده الفوز الثامن على التوالي ونادي الاهلي او رجال اليد الاهلي حققوا العلامه الكامله. ويمكن طبعا هم راجعين من انتصار كبير وتحقيق بطوله عظيمه طبعا وهي البطوله الافريقيه، والحقيقه انه رجال اليد بيقدموا مستويات فنيه كبيره جدا وبيحققوا انجازات كبيره جدا، وايضا الموسم اللي فات كانوا من ضمن الفرق اللي كان محققه طبعا انجازات كبيره وشفناها ولمسناها في الموسم الاسطوري والتاريخي للنادي الاهلي.
اما بقى على صعيد الشباب فيمكن شباب 2005 فازوا امبارح خارج ملعبهم على اسيوط بثلاث اهداف مقابل هدف في بطوله دوري الجمهوريه منافسات بطوله الجمهوريه، ويمكن شباب 2005 الحقيقه حولوا تاخرهم بهدف لفوز كبير وعريض بثلاث اهداف مقابل هدف بعد ما يعني استقبلوا هدف في بدايه المباراه. بنبارك لهم ونتمنى المزيد من التوفيق لشباب طبعا النادي الاهلي في جميع الاعمار السنيه. اما بقى على مستوى الانشاءات فالنهارده مجلس اداره النادي الاهلي هيفتتح العديد من الانشاءات في فرع الشيخ زايد، ويمكن يعني الوقوف على اخر خلاص الرتوش الاخيره والحمد لله تم او يعني انتهوا من العديد من بعض الانشاءات اللي كانت ناقصه مثل ملاعب البادل وملاعب كره القدم بالجيل الصناعي واماكن انتظار السيارات في فرع الشيخ زايد. والحقيقه انه ده استكمالا لمشوار مجلس اداره النادي الأهلي والخطة المحطوطة يعني زي ما شفنا انشاءات كتير وانجازات كتير جدا، ويمكن طبعا احنا عارفين فرع القاهره الجديده وشفناه وشفنا قد ايه هو انجاز وفخر لمجلس اداره النادي الاهلي ولاعضاء النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. والحقيقه طبعا بنبارك لاعضاء النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. شكرك احنا كمان على التغطيه الرائعه كالعاده منك يا نورهان، شكرا جزيلا.